الرواتب هل عليها زكاة، علما أننا نصرف منها ويبقى منها، لكن لا نعرف كم يبقى. فيما يتعلق بالرواتب والأجور الشهرية أو اليومية، زكاتها في أن يحدد الإنسان ما يكون يوما في سنته ليزكي مدخراته، هذا إذا كان هناك ادخار. أما إذا كان الراتب يمضي وينتهي قبل مضي الحول فهذا لا زكاة فيه، لأنه من شرط وجوب الزكاة أن يبلغ نصابا وأن يحول عليه الحول، هذان شرطان، أن يبلغ نصاب وهو القدر الذي تجب فيه الزكاة وهو مقدر بالفضة أو الذهب على قول بعض أهل العلم، والشرط الثاني أن يمضي حول، أن يمت مر سنة والمال هذا في يده. فإن كان كانت الرواتب يدخر منها شيء فإنه تجب زكاته بمرور الحول. طبعا إذا كان مثلا يدخر كل شهر مثلا 1000 ريال أو يدخر 2000 ريال أو ما إلى ذلك ويضعها في حساب، فهنا سيحسب من الادخار الأول، وقد يقول يصعب عليه إدراك كل مبلغ لحاله، فهنا نقول إذا دار السنة على هذا الحساب المدخر حساب الادخار انظر ما فيه، جمع ما فيه وأخرج زكاته، وستكون هذه الزكاة عن المال الذي حال حوله، والمال الذي لم يحل حوله تكون زكاته مقدمة، وبالتالي يسلم من ملاحقة كل ادخار على وجه الانفراد. نعم، بارك الله فيكم.